السلام عليكم يا شباب، موضوعنا اليوم عن تويوتا كورولا. تويوتا كورولا 2020 اقتصادية بامتياز. خلينا نشوف السيارة ونشوف تفاصيلها بعدين نرجع لكم. السيارة وين موجودة؟ بمعرض علي ريس لتجارة السيارات. هذا المعرض وهاي ارقامهم، وراح اخلي لكم اياهن بالوصف. هاي السيارات بالمعرض، اللي يحبها من يستفسر على سيارة يتصل بهم وإن شاء الله ما يقصرون وياه. هذا سويتش السيارة يا شباب، طبعا سويتشها مو بصمة، مفتاح عادي، مفتاح عادي مو بصمة. وهذا شكل السيارة منها، ومن هنا ومن جميع الجوانب. شوفكم اياها، هنا كورلا، هاي سيارة من هذا الجانب، شكل مال الويل مال السيارة، وهاي الحجم مال التاير 225 40 ار 18، يعني الويل 18. خلينا نشوف السيارة من الداخل. هاي السيارة من الداخل، الله، الكراسي مالتها طبعا قماش مو جلد. هاي السيارة من الداخل، بس راح نشغلها ونشوف باقي التفاصيل من الخانة الأمامية. هسه هنا احنا بالخانة الأمامية، هنشغل السيارة نشوف شلون تشتغل. بسم الله، اشتغلت ذن كلهن، اشتغلت السيارة شباب. شوف الدشبول شلون يرحب بيك، هذين التفاصيل. طبعا سيارة ماشية 16، والسيارة بيها اوتو هولد، سايد بريك بصمة او لمس، وزر السبورت، وزر تراكشن كنترول. وهاي باقي تفاصيل السيارة. هنا ايش عندنا؟ عندنا مثبت سرعة، مثبت سرعة وتقديم وترجيع بدني مال التحكمات. هنا عندنا أوامر صوتية والتحكم بالراديو، وهذين التفاصيل. السعر مال هاي السيارة راح اخلي لكم اياه بالوصف وبأول تعليق، لان بصراحة لحد الان ما اعرف سعرها شقد، فطبوا الوصف او اول تعليق وشوفوا السعر مال السيارة شقد. هسه يا شباب خلينا نشوف المحرك مال السيارة. هذا المحرك مال السيارة يا شباب، ومثل ما تشوفون عندنا هنا مضخة الضغط العالي او يسموها الطاحونة، لان هاي السيارة بها 8 بخاخات، 4 GDI و4 MBI. هاي على مود السيارة تصير نشطة وسريعة واقتصادية بنفس الوقت. قبل لا اطلع بالسيارة، اللي يحب يشوف حادثة هذا رقم الشاصي ويتأكد من حادث السيارة ويشوفها ويرتب الامور. طبعا سيارة بيها محافظة على المسار، وهاي الكاميرا مال المحافظة على المسار، اللي هي هاي، هاي كاميرا المحافظة على المسار. شوفكم السيارة من منظور الشخص الاول. طبعا شوف، بس تدوس بريك وتخلي السيارة دي اوتوماتيك سايد بريك يرفع. زين، بسم الله، نشوف كورولا اليوم شلون القيادة مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. تبع الشارع ليجينا واحد اعمى قلب. بسم الله ما شاء الله، طبعا سيارة حلوة ونشطة. هذا النشاط لمن يعود
يعود للمحرك مالتها لان 8 بخاخات جي دي اي 1 بي اي بنفس الوقت. وهاي 100 ما شاء الله، يعني حتى من انت بالمية وتضغط بنزين السيارة تحس بيها تراجعك بصراحة. سياقتها كلش حلوة ما شاء الله. واكو ذا يبين يمكم بس للاسف ما يبين لان الكاميرا حيل عالية، مشعول جلوب اخضر اسمه ايكو، يعني السيارة اقتصاد باستهلاك الوقود. بسم الله ما شاء الله، يعني باللوفة بصراحة تستلها ظلت تبطنش بس ما طلع الصوت يمكم. هاي 60 80 100 120 شباب. هاي الفقرة مع المنظور الشخص الأول تحبون أعوفها بالفيديوهات لو أشيلها ألغيها، لأن بصراحة أكو شباب يقولوا لي ألغيها وأكو شباب يقولوا لي لا أعوفها حلوة لأن استفاد من عندها. زين، فأريد أسمع معكم بالتعليقات. وبالنسبة للسعر مال السيارة شباب، خاف واحد ما راح ينتبه على الوصف أو ما يندل الوصف، سعر السيارة 155 وبمجال، والسيارة بدون رقم، يعني انت تاخذها بس ترقمها، سعرها 155. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا للمعرض بخير وسلامة. هنا وانتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم. ان شاء الله عن قريب راح اصور لكم هاي الدوج دورينجو همين للبيع. هسه خلي نجرب الكاميرا مالتها نشوف ايش قد واضحه الكاميرا شباب. الكاميرا مالتها ما شاء الله حيل واضحه. لهنا وانتهى الفيديو، ان شاء الله عجبكم. المهم مشتركين بالقناة اريدكم تشتركون، والعجب الفيديو يعطينا لايك. اخوكم حسن مسيباوي في مال الله.